قال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السودانية الجديدة الدكتور إبراهيم البدوي إن حكومته تستهدف تثبيت أسعار الصرف في البلاد وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. وأعلن البدوي عن انطلاق برامج إصلاح متفق عليها في إطار الحوار المجتمعي ليخاطب بها المجتمع الدولي تتم خلال المرحلة الأولى للحكومة الانتقالية. وقال البدوي نتوقع خلال المرحلة دعما من الصناديق التنموية يشارك فيها أشقاء السودان في حلقات متواصلة تبدأ في المرحلة الأولى من أجل تخفيف أعباء المعيشة والإحتياجات المطلوبة، وبعدها إلى آفاق أرحب يتم الاتفاق عليها. بإجراءات ناظمة وإجراءات سريعة على مجال تثبيت الأسعار، ولكن الحل الأساسي حيكون عن طريق معالجة الاقتصاد الكلي، أزمة الاقتصاد الكلي تتمثل طبعا في عجز الموازنة وفي يعني ارتفاع الأسعار والتضخم الانفجاري المرتبط طبعا بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية، وده بيتطلب إصلاح هيكلي في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية. على صعيد السياسة النقدية نحن نحتاج يعني معالجة مشكلة السيولة وإجراء يعني هيكلة للجهاز المصرفي، وأيضا الاستفادة من الطاقات المتاحة الآن لتمويل الموازنة.